وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة، والتولة شيء تصنعه المرأة لزوجها من أجل أن تحببه فيها، تذهب إلى الساحر أو العراف من أجل أن يصنع لها شيئا من أجل أن يحبها زوجها وأن يقبل عليه. ولا بأس من ذكر حكاية مشهورة ولكنها مفيدة في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن التولة شرك، وأن المرأة إذا ذهبت إلى الكاهن أو العراف أو الساحر لكي يصنع لها شيئا من أجل أن يحبها زوجها فقد أشركت بالله العظيم، كما قال نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة في شقاء مع زوجها، وكانت حكاياتهما ذائعة وشائعة، فقالت لها إحدى صويحباتها: إني أعرف رجلا يعمل أعمالا لم تخب مرة قط، فلنذهب إليه عسى أن يصنع لهذا المنكود المتعوس، تعني زوجه، أن يصنع له شيئا حتى يقبل عليك وحتى يحبك. فذهب إليه وكان شيطانا مريدا، وأكثر هؤلاء يفجرون بالنسوة اللائي يذهبن إليه، لأنه من أجل أن يصنع لها ما تريد فإنه لابد أن يفحش بها أولا، فكثير من النسوة اللائي يذهبن إلى السحرة يفجر بهن السحرة أولا، إلى غير ذلك مما هو معلوم وغير معلوم. فلما ذهب إلى ذلك الشيطان المريد قال لها: إن زوجك عصي على الأعمال، وسأدلك على أمور، عليك أن تأتي بهذه الأشياء وأمامك 3 شهور، فلتأتي بنصف كيلو من الحلتيت مع نصف كيلو من اللبان الذكر مع حافر جحش ليس فيه شارة، وكذلك لابد أن تأتي أيضا بريشة من ديك لا شارة فيه، ولكن هذا كله مقدور عليه، والذي سأعسر عليك أن تحصلي عليه هو أنه لا بد لكي يتم العمل على وجهه أن تأتي 3 شعرات من ذقن القرد. فقالت: وكيف آتي بالشعرات من ذقن القرد وأنا لا أعرف أين توجد القرود أصلا؟ قال: القرود كثيرة تملأ الأرض إلا ما رحم ربك، ولكن القرد الذي أعنيه ستجدينه في حديقة الحيوان. قالت لها صاحبتها: فلنحاول، ومعنا 3 أشهر. فذهبت فحاولت استمالته فلم يبال، فقال لها حارسه: إنه إنما يقبل على من أتى إليه بفاكهة كالموز وبالفول السوداني وما أشبه، فأكثري من هذا حتى يألفك. فكانت في كل يوم إذا أصبح الصباح وآن أوان الإذن بالدخول تذهب محملة بأكياس الفاكهة ومعها القراطيس، قراطيس قراطيس، ثم إنها اختارت قردا فخصته بمزيد عنايتها، إلا أنه لم يمكنها قط من ذقنه، فلم تستطع أن تتحصل ولا على شعرة واحدة، وظلت في كرب وعناء حتى كادت المدة أن تنقضي. ثم ذهبت إلى الرجل تقول: إن هذا من المتعذر أو هو من غير المستطاع. فقال: خبريني ما صنعت. قالت: لي من الزمان كذا وكذا، منذ كنت عندك وأنا أذهب إليه في كل صباح إلى موعد الإغلاق، وأنا محملة بأكياس الفاكهة أتودد إليه وأتحبب إليه وأعطيه وأقشر له الفاكهة وأناوله الفول السوداني بيدي،
غير أنه لم يمكنني قط من انتزاع شعرات من ذقنه. فقال لها: يا تعيسة، لو عاملت زوجك كما عاملت القرد لانتهى الأمر. شرك مستشر في الأمة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. تعلموا التوحيد عباد الله، فإني أحبكم في الله، لذا أريد لكم ما أريد لنفسي وأحب لكم ما أحب لنفسي. ستجدون الحياة قد تغيرت والنظرة إليها قد تبدلت، ستخرج من التشويش، ستخرج من الفوضى الفكرية إلى السلام النفسي والسلام العقلي والسواء الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء. أما إذا ما ظل الأبعد بعيدا عن حقيقة التوحيد فإنه ما يزال قلقا ولا يلومن إلا نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بالتوحيد وهو سيد الموحدين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.